شوفي ليش عم تضبلي غراضي هيك بالشنطاية؟ شوفي ما في شي. بدنا نروح على ضيعتي مشان نتزوج. عضيعتك؟ ايه، خالتي صارت هنيك، جهزت لنا كل شي، ما ضل غير العرسان يروحوا. ما بدك؟ بس انت ما قلت لي هيك شي من قبل، وهلأ جاية تخبرني بفجأة؟ شو في داعي قلك من قبل؟ هاي قلت لك هلأ، صرتي بتعرفي. شو فرقت؟ أنا آسف، بعتذر منك بصراحة. بصراحة أنا شوي متحمس للعرس كتير، وما حسيت على حالي إني انزعجت وضجت من أسئلتك يا روحي. بدي تسامحيني، أنا راح عن بالي إني خبرك، لازم نروح بسرعة. شو رأيك؟ لك بصراحة أنا ما فيني روح هيك فجأة، يعني أنا عندي شغل لازم أخبر الناس اللي بيشتغل معه. بس شو في داعي تخبريهم؟ كيف يعني شو في داعي؟ أنا ملتزمة معهم، لهيك ما بقدر روح هيك فجأة يعني بدون ما أخبرهم. رح روح بسرعة أخبرهم وأرجع، وبعدها منروح لوين ما بدك. وغير هيك ما رح ترضي؟ ماشي روح، بس أصحك تتأخري علي. ماشي، أنا عم استناك. يلا فيك تروح. هالجوازة ما بعرف كيف بدها تكمل، ساعدني هالمرة يا قدير. يعني ما رح تحضري حفلة جونجان ويوك؟ صدقيني أنا رح أفرح كتير إذا بتجي، لأنك صرتي وحدة من هالعيلة، وبصراحة بدونك فرحتنا ناقصة. بس معلش، هذا عرسك وما فيني أمنعك. مبارح هديتك هدية الخطبة، واليوم دور هدية العرس. أوعك ترفضي. لا اسمعيني، لا تخليني ازعل منك. بدك تاخديها، ولا تنسي انه انا اكبر منك وما بصير انك ترفضي. يلا رح اجيبك. لما بتتحد الصور مع بعضها بتتوحد الاقدار. شوفي، حطي صورتك على اليمين وصورة زوجك على اليسار. ماشي؟ حلوة ما؟ ايه، البسيها مع السلسلة بتطلع حلوة كتير. أنا آسف. باتانجي؟ هار الشاطة وإجت عليكم، بترجاكم ما تواخذونا، ما بقى نعيدها. ست روبا، يعني شكراً، كلمة كتير قليلة عليك، عطيتيني حب واحترام كتير. صدقيني أنا بتمنى أنه كل السعادة اللي بالعالم تكون بين إيديك وما حدا يقدر يمنعها عنك. وأنا كمان بتمنى لك نفس الشي، وأنه يضل زوجك يحبك دائماً. بستأذن، انتبهي على حالك. رح تتزوجي مو هيك؟ بتمنى ما تفكري حتى تفكير بهذا الزلمة. إذا هذا المبلغ قليل رح زد لك إياه، بس بشرط أنك تتركيه لهذا الزلمة بحاله. الشي اللي بيني وبينه هو شي حقيقي كتير كمان. هاي حياتي الشخصية، ويا ريت ما تتدخل فيها أبدا لو سمحت.
يوك؟ شو هاد اللي عملته؟ الشي اللي عملته بكهاني اليوم الواحد ما بيرضى يعمله بعدوه أبداً. يوك اطلع فيني، انت تعلمت بهالعيلة تمد ايدك للناس صح؟ وهلأ بدي افهم من وين جايب هالحقد. صح هي وقعت على الأرض بسببي، بس هذا مستواها أساساً. هي وحدة رقاصة وأنا بكرهها من كل قلبي. لكن ليش دمعت عيونك بس شفتها وقعت على الأرض يوك؟ أنت هلأ عم تحكي شي عكس يلي بقلبك. أنا ماني فهمان عن شو عم تحكي يوك. أنا بس كل يلي بدي قلك ياه، ما في غير علاقتين بالعالم، يا بتكون حب يا كره. لا المحب بخاف على اللي بحبه كل هالقد، ولا حتى اللي بيكره بخاف على اللي بيكرهه، مثل ما عملت اليوم. شو بتحس اتجاهها؟ لتكون انت بتحبها وبتكرهها بنفس الوقت. معقول انت بتحبها وبتكرهها بنفس الوقت؟ يوك كهاني تعي لهون. يا قدير، اتحدد عرس أختي وأخوه لزوجي، وهذا الشي كله بفضل مباركتك. بتمنى من كل قلبي تحميهم وما تسمح لحدا يدخل بيناتهم أبداً. ألو لكي؟ كهاني أختي، النينت الأكسجين تبعي رح تفضى، يلا تعي لعندي بسرعة. يلا حبيبي رح جيب لك إياها وأجي فورا. أنت ما تاكل هم ماشي؟ أعطيني راني شوي. راني احكي معه. راني أنت عم تبكي؟ إيه. مين رح يهتم بلكي إذا ضلتي هيك؟ آه؟ لا تخافي أنا جاي فورا.
وهي أنا حبست لي خوفك جوات هالقفل هاد، وهذا القفل بده يضل معي هلأ، وهذا المفتاح بيضل معك. كان جاي رئيس الكهنة وما بلشنا الطقوس لهلأ، وعلى أساس بنته ترقص بالحفلة، بس طلع مريض وما بيقدر يجي أبداً. يا ترى شو بدنا نعمل هلأ؟ رح نعمل الطقوس. شو يا سيد؟ يعني مفكر حالك بدك تلقي كلمة ولا شو؟ هاي نصوص دينية محددة. أهلين بنتي. اسمعي بنتي، سامعتيني؟ أنت بنت الكاهن وجاية لترقصي بالطقوس مو؟ إيه. تعي معي لكان، تأخرنا كثير، يلا تعي ماشي. معي. Namo 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 Namo
فليحيى القدير، فليحيى القدير. أنا ما بعرف شو لازم أعمل، بس قلي يا قدير لإمتى بدي ضل أتحمل هالوجع؟ شوفي ليش قاعدة هون؟ رح يبرد الشاي. هلا ليش قعدت هون؟ لحتى اشرب الشاي معك. عادي، لا انا عندي شغله هلا. ثانيه، شوفي ما في شيء، بس عندي شويه شغل. كهاني، هلا قولي لي شو القصه؟ اذا بضل بعيده انت بتضل بخير، وما راح يصير لك شيء، وما راح يوجعك راسك. خليني اروح. شو قصدك يعني؟ ما بعرف شو يعني. انا كل شيء بعرفه انه ايرفاتي عملت شغله، ماشي؟ يلي بعرفه انه راسك رح يوجعك وما رح تتحمل الوجع، بس قرب انا منك. ليك، من هلا رح ضل بعيده عنك كل الوقت، ايه؟ وما رح اقرب عليك لحتى لاقي علاج. بهالحاله العلاج هو انكم تضلوا بعاد عن بعض كل العمر. لانه هالمشكله ما لها غير حل واحد. إيرفاتي، انا فيني اتحمل الوجع، بس ما فيني اتحمل البعد عن كهاني. الحكي سهل حبيبي يوغ، ما رح تتحمل. انت وجعك رح يخلي الحب اللي شايله بقلبك ينقص يا يوغ. مستحيل. اذا بدك جربي. ليش لا؟ شو عم تعمل؟ خليني بعيدة عنك. انت بتعرف شو عم تعمل، رح تمرض. انا بحبك كهاني. خلص يوك، رح تمرض هيك. اسمعني، عمل لك اتركني، اتركني روح، اتركني بعيد عنك ورح يروح وجعك ورح تصير منيح. انت ليش ما عم تسمع مني؟ اذا بتريد اتركني انت يوك، اتركني. لا كهاني، انت تحملتي كرمالي وتعذبتي بسببي كمان، واجا دوري لحتى اشيل عنك شوية وجع. انت ليش ما عم تفهم؟ حالتك عم تسوق يا يوك، بكفي اتركني. انا ما فيني بعد عنك ابدا. خليني روح يوك. شبك يوك حبيبي، شبك. انت موجوع ما يوك؟ يوك روبا، ساروج، تعالوا لهون بسرعة. يوك، شو صار لك؟ شو صار له يوك؟ يوك؟ يوك، شو اللي صاير؟ يوك، فتح عيونك، رد علي. ليش هيك؟ شو يلي صاير معه؟ آه، كهاني مو كنتي معه؟ شو صار له ليوك؟ شبها يوك، لازم ناخده على المشفى بسرعة. خلينا ناخده، انتو حملوه، خلينا ناخده بالسيارة بسرعة. شو صار لك؟ انت منيح؟ ايه منيح. كيف منيح يعني؟ ايه كنت تلت ارباع ميت. ارتاح لبين ما تجي السيارة لهون يوك. انت روح جيبها يلا.
لا ستي، ما في داعي. فكر منيح يوغ، لأنه باين على وشك إنك ما رح تطيب بسرعة. ما بظن في داعي لخوفك الزايد على صحتي إيرافاتي. ليش كهاني تركت يوغ وهو بهالحالة وركضت؟ في شي مانو مزبوط. بهالحالة العلاج هو إنكم تضلوا بعاد عن بعض كل العمر. يوك هيك رح تمرض، اسمعني. على أساس قلتيلي إنك ما رح تتركي أو تبعدي عن ابني يوك ولو ثانية، وهي ليكك تركتيه عم يتعذب لحاله واجيتي ركض لهون. بس لعلمك انه يوغ بحياته ما وجعه راسه هيك. لك من اول ما دخلتي بحياته واجيتي على هاد البيت وهو من مشكله لمشكله ومن مرض لمرض. لك شو عم بيصير؟ حاولت خبرك من قبل وقلك شو عم يصير، انت ما عم تصدقيني. قولي شو في عندك وخلصيني يلا. شو اللي صاير؟ ما بعرف، بس إيرافاتي رجعت استخدمت السحر تبعها مرة تانية. يعني هي ليش هيك عم تعمل معنا؟ ما بعرف شو عملت ليوغ لحتى عم يوجعه راسه وما بيقدر يتحمل بس كون قريبة منه. والحل الوحيد إنه بعد عنه ليرتاح من هالوجع. طيب وين الغلط؟ مو بس يوغ، كل العيلة رح ترتاح إذا بعدتي وطلعتي من حياتنا. ابنك يوغ كان رح يموت بسبب عمائل السحر، وإنتي كل همك كيف تطلعيني من هذا البيت؟ هلأ إذا بطلع برا البيت رح تخلص كل مشاكلكن يعني؟ إذا مشاكلكن معقدة كل هالقد، ليش لحتى ما تطلعي برا هذا البيت؟ يوغ وأنا وكل يلي عايشين بهذا البيت بيرتاحوا وقتها. كيف بدي أتركه لحاله؟ أو أتركه معك أو مع إيرافاتي؟ كيف بدك يعني أتركه معك وروح؟ إذا أنت مانك عم تصدقي إنه إيرافاتي خطر على حياته، كيف فيني أتركه؟ ما في فائدة أصلاً. لو شو ما حكيت هلأ كون عم ضيع وقتي على الفاضي بالحكي وعم ضيع لك وقتك أنتي. شو حبيبي؟ لا تكون عم تفكر إنه فيك تحرقني بنظراتك. بعرف إنك بتكرهني وبتكره قوة السحر الموجودة فيني، بس أنا كمان بكرهك وبكره اللي عملته معي. مع هيك لساتك عايش وعم تتنفس بعد كل اللي صار، بس مثل ما بتعرف أنت هلأ ما عاد فيك تمشي ولا فيك حتى تحكي. بس حتى لو كان فيك تمشي أو تحكي ما رح تفرق، لهيك ما في داعي تكز عسنانك أو تنفعل زيادة. خليك هيك قاعد مثل ما أنت حبيبي بدون ما تحكي كلمة لمصلحتك. فهمت علي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.